هاد الزيت الرائع والفوائد والمعادن والفيتامينات اللي فيه اللي هي معالجه ومقويه الشعر ديالنا. خليكم معايا تشوفوا المكونات الطبيعيه اللي شاركتكم اليوم وتشوفوا طريقه تحضير هاد الزيت الرائع. اذا بالنسبه للمرحله الاولى غادي نشارككم المكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد الزيت الطبيعي. اول مكون غنحتاجو الحلبه البلديه. بالنسبه للحلبه البلديه عندها فوائد كثيره على الشعر ديالنا، غنيه بالحديد، غنيه بالفيتامينات والمعادن اللي كتدخل على فيما يخص المسام ديال الشعر ديالنا وكتغذيه وكترجع ليه الحيويه والقوه، وكذلك كتعطي البصيلات ديال الشعر واحد القوه كبيره وكتمنع الجذور الحره باش كنحصلوا على شعر طبيعي 100%. لابد ما تعرفوا المكونات والفوائد ديال كل ماده او كل مكون باش تعرفوا يعني علاش استعملنا هذا المكون بالذات. بالنسبه للمكون الثاني غنحتاجوا لزيت الزيتون، فنجان من زيت الزيتون. وبالنسبه للمكون الثالث اللي هو غيبقى اختياري ولكن راه عنده فوائد كثيره اللي هو زيت القطران الرقيق. القطران الرقيق عنده فوائد كثيره. شنو هي؟ بالنسبه للبنات او السيدات اللي عندهم الزغبه رقيقه يعني كيعانيو من ان الشعر خفيف كيبان خفيف بزاف، بالنسبه للقطران الرقيق كيعطي الفوليوم يعني كيعطي واحد الحجم وكيخلي الزغبه قويه يعني ملاحظه ونتيجه اللي هي لا بد منها. الا داومنا على استعمال القطران الرقيق للشعر ديالنا الزغبه ديالنا او الشعره ديالنا كتكون قويه وسميكه وصحيه 100%. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش الرائحه ديالو يقدروا يستغناو عليه، كيف ما قلت لكم كيبقى اختياري. المكون الرابع اللي هو النواه ديال لافوكا او العظم ديال لافوكا. كلنا كنعرفوا الفوائد والقيمه والمواد الغنيه اللي كتمتاز بها لافوكا فيما يخص تغذيه الشعر وتغذيه الجلد او البشره ديالنا. النواه ديال لافوكا مهمه جدا ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا، وفي نفس الوقت كذلك نستافدوا من هذه النواه اللي كتمركز فيها او كتكون فيها كل المعادن والفيتامينات اللي احنا في حاجه ليها باش نغذيو الشعر ديالنا ونعالجو. بالنسبه للثوم الاحمر كلنا كنعرفوا كذلك الفوائد ديال الثوم الاحمر في تقويه الشعر، في علاج الشعر باش نحصلوا على شعر قوي وكثيف وخالي من المشاكل، وفي نفس الوقت علاج طبيعي للفروه ديال الشعر. يعني الناس اللي عندهم القرع الصلع عندهم الثعلبه او التونيا كل هاد المشاكل الصحيه كتخلصوا منها بمجرد ما كتبقاو تداوموا على الثوم الاحمر في الوصفات او في الزيوت اللي كتشقوا بها الشعر ديالكم قبل من كل حمام. بالنسبه لهاد العشبه اللي حتى هي مهمه جدا، ورق سيدنا موسى او ورق الغار. ورق الغار او ورق سيدنا موسى اشنو هي الفائده ديالو؟ هي الملمس الحريري او فرد الشعر، يعني كيعطي واحد الشعر الناس اللي عندهم الشعر مجعد او الشعر ناشف جاف غادي يداوموا على استعمال هذا الزيت اللي فيه ورق سيدنا موسى او ورق الغار، وغيتمتعوا بشعر يعني حريري ما فيش تقصفات ما فيش لي بوينت ما فيش هذاك الجفاف اللي كيكون في الشعر. وبطبيعه الحال كيحتاج اننا نستعملوا كيراتين طبيعي، كيحتاج اننا نستعملوا بعض المواد والملينات باش نرجعوه يعني الملمس ديالو يكون حريري ويكون مفرود بطبيعه الحال. اذا هادو هما المكونات السته اللي غادي نحتاجوها باش نصوبوا او نحضروا هاد الزيت الطبيعي اللي غنبقاو نشقوا به الشعر ديالنا جوج المرات في الاسبوع لمده ديال ساعه لا ربع او 45 دقيقه باش ان شاء الله نستافدوا منه بشكل كبير. وكنتمنى ان هاد الوصفه تعتمدوها طيله هاد الموسم حتى الموسم الصيف ان شاء الله باش تعالجوا الشعر ديالكم وتقووا الشعر ديالكم وتحصلوا على شعر طبيعي صحي 100%. غادي نحتاجوا قريعه بحال هذه تكون معقمه مزيان، انا يلاه غسلتها نظفتها وعقمتها مزيان وغادي نشوها هي اللي غنحضروا فيها الزيت ديالنا. غادي ناخذ الفنجان ديال زيت الزيتون، غادي ناخذوا الفنجان ديال زيت الزيتون، غادي ناخذ انا القطران الرقيق طبيعه الحال نبدا نستعمله تقريبا غنستعمل واحد 5 ديال المعالق كبار. وكيف قلت لكم الناس اللي عندهم مشاكل مع الرائحه ديالو قدروا يستغناو عليه. بالنسبه للفصوص ديال الثوم غادي نفتحوهم او نفلحوهم ولكن غادي نخليهم بنفس يعني اللب كيبقى هو هو، ما غاديش نقشروهم، القشر غيبقى هو هو، فقط غادي نفتحهم او نفلحهم بهذا الشكل. نستعملوا فيهم افتحات باش هذيك المواد هاد الطريقه شو بحال هاد الطريقه وكنرميوها في الزيت ديالنا. ولا بدا ما تكون الثومه او الثوم الاحمر.
اذا اخر فص هو هذاك. اذا من بعد ما ضفنا الثوم الاحمر ديالنا للزيت البلديه وزيت القطران الرقيق، غادي نضيفوا معلقه تقريبا من الحلبه البلديه لهذا المكونات. الحلبه البلديه عندها فوائد كثيره، كنتمنى انكم تستعملوها. بالنسبه للرائحه ديالها راه ما كتبقاش الرائحه ديالها تماما، ولكن راه النتيجه ديالها مذهله في علاج الشعر وفي حمايه الفروه ديال الشعر من التقصفات، من سقوط المفاجئ للشعر. يعني بزاف ديال السيدات كيعانيو مشكل ديال تساقط الشعر، يعني بزاف، يعني كل ما كيبغيو يمشطوا الشعر ديالهم او كيبغيو يغسلوا الشعر ديالهم كيفقدوا واحد الكميه كبيره من الشعر. كنتمنى انهم يداوموا على هذا الزيت، وان شاء الله كل شيء هذه المشاكل اللي كنقول لكم غادي تخلصوا منها تماما. اذا بقى لي النواه ديال لافوكا او العظم ديال لافوكا، غناخذوا شي حكاكه رقيقه وغادي نحكوه، ومن بعد غادي نضيفوه على الزيت ديالنا. اذا كيف ما كتشوفوا معايا انا حكيت تقريبا النصف ديالو، وغادي نضيفوه للزيت ديالنا. اذا غادي يبقاو الاوراق ديال ورق الغار او ورق سيدنا موسى، غادي نقطعوهم وناخذوا تقريبا 7 الوريقات. اذا خديت 7 ديال الوريقات وغادي نضيفهم للزيت ديالي، وغادي نسد القريعه مزيان نحكمها. وها هي القريعه، كاينين جوج ديال الاستعمالات باش نبقاو باش نحصلوا على هذا الزيت ونبداو نستعملوه ونشقوا به شعرنا. اما كنغطيوه بشي منديل يكون اسود اللون ديالو غامق، كنوضعوه واحد المده ديال اسبوع في شي مكان مظلم، ومن بعد كنصفوه وناخذوا الزيت وكنبقاو نشقوا به شعرنا. هذه هي الطريقه الاولى. بالنسبه للطريقه الثانيه، كناخذوه كنستعملوه في حمام مريم المده ديال ساعه ونصف. من بعد كيكون جاهز، ملي كيبرد كنبقاو نستعملوه كل يوم، يعني كيكون جاهز للاستعمال. وهذه هي الطريقه اللي غنشارككم اليوم، غادي نستعملوه في حمام مريم ونخليه يطبخ على نار مهيله، نار هادئه، ومن بعد غادي تكون الزيت ديالي جاهزه للاستعمال. اذا كيف ما شفتوا معايا، انا خديت واحد الاناء وضعت فيه الماء وخليته يغلى من قبل، وكنوضعوا القريعه ديالنا كنخليوها كتغلي مزيان، كتطبخ على نار هادئه المده ديال ساعه ونص تقريبا. من بعد كنخليو الزيت حتى كيبرد تماما، حتى كتبرد تماما هذيك الزيت من السخونيه. من بعد كنصفيوها وكناخذوا فقط الزيت وكنحيدوا هذيك الاعشاب. هذه هي الطريقه الثانيه بالنسبه للناس اللي بغاو يعني يستعملوه، بغاو الطريقه، بغاو الزيت تكون جاهزه معاهم فواحد الوقت وجيز. هذه هي الطريقه السهله اللي غادي تكون بها فيها الزيت جاهزه للاستعمال. والطريقه الاخرى الا ما كناش يعني مزروبين، ما كناش الا كان عندنا الوقت الكافي، غادي نستعملوها ونغطيوها بشي زويف ونحطوها في شي مكان مظلم لمده ديال اسبوع او 10 ايام، ومن بعد نصفيوها ونبقاو نشقوا بالشعر ديالنا قبل الاستحمام، ونخليوها لمده ديال 45 دقيقه في الشعر. نستعملوا البوني ديالنا او الكيس بلاستيكي، ونستعملوا السيشوار او المجفف الكهربائي، نسخنوا الوصفه مزيان باش المواد تفاعل لينا مع الشعر ديالنا، وان شاء الله غادي تعجبكم النتيجه. غتحصلوا على الشعر صحي 100%، تقويه، كثافه، وكذلك فروه ديال الشعر صحيه والبصيلات قويه. اذا كنتمنى بزاف انكم تجربوا هذا الزيت الطبيعي، لانه عنده فوائد مذهله فيما يخص تقويه وعلاج الشعر. وكنشكركم بزاف على المتابعه، كنشكركم على تعليقكم. ما تنسوش بارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء، ما تنسوش لي لايك وسبسكرايب. شكرا لكم، والى اللقاء مع فيديو قادم ووصفه طبيعيه جديده ان شاء الله.